مركز اتصال جميع كنتاكي للاستمرار باللغة العربية اضغط 1. دلوقتي ممكن تطلب اونلاين على موقع kfc.com. مجدات الجمبري الجديد. مساء الخير كنتاكي، اتفضل حضرتك الاوردر على نفس الرقم. اه تمام. عايز وجبة 9 قطع سبايسي ولا عادي؟ لا سبايسي. تمام اتفضل. وعايز هو الكونسول نزل بتاعكم الجديد؟ الكونسول بتاع الجيمنج يا فندم حضرتك تقصد؟ اه تمام. بيجي مع الجناحات بتاعته الدول وينجز. مظبوط الدول وينجز. اه تمام ماشي. طيب بيجي مع كل سلو ولا بيجي مع سيديهات ولا لا؟ اي حاجه بعد كده بتبقى اكسترا. تمام بس عايزه مع 2 كوكيز، ازود 2 كوكيز. تمام يا فندم. اي اضافه ثانيه؟ لا شكرا جدا. ان شاء الله هيكون 197 جنيه. وصل حضرتك في 45 دقيقة. شكرا لصالحك. شكرا جدا. مع السلامه. الناس اللي متابعه عارفه ان انا عندي قناه للاكل وقناه للتك اللي انت بتتفرج عليها حالا، وعمري ما كنت اتوقع ان في اي حاجه هتجمع ما بين الاثنين خالص بديهيات، يعني اللي جاب الاكل للتك والموبايلات والكلام ده، لحد اللحظه دي، اللحظه اللي هتجمع لك ما بين حبك للفراخ المقليه والجيمر اللي جواك، لما يكون مطعمك المفضل للفراخ المقليه الا وهو KFC كنتاكي. عمل ايه بقى؟ عمل كونسول، او اللي هو الجهاز زي بلاي ستيشن او الاكس بوكس، بتاع عليهم كونسولز. طبعا مش هتصدق وتقول دي هزار وبتاع، ولكن انا دورت في الموضوع كده ودعبست في الموضوع ولقيت اكاونت على تويتر اسمه KFC جيمنج. وطبعا زي ما انت متوقع بيعملوا مثلا مسابقات واللي بيكسب بياخد وجبات، ولكن لقيتهم بيتعاونوا فعلا مع اكس بوكس ومايكروسوفت والكلام ده، وبيعملوا دورات العاب وكده، والفايز بيكسب اكس بوكس وساعات بيكسب سبلاي او اللي هو ايه، خزين كامل من كنتاكي يكفيك شهور. حلو متوقع. ولكن في شهر 6، يعني انا فضلت انزل كده كتير كده في الاكاونت لحد ما وصلت لشهر 6، لقيتهم بقى ايه منزلين عاملين يقارنوا نفسهم ويقارنوا الباكت بتاع كنتاكي الشهير ده ما بينه وما بين البلاي ستيشن والاكس بوكس. فالموضوع غريب، وطبعا ما حدش واخد الموضوع جد وكله عمال يهزر وبتاع. ولكن من شهرين كده لقيتهم منزلين ستيتمنت او تصريح بشكل رسمي جدا، وبيقول لك معلش يا جدعان احنا بنتاخر شويه علشان الكونسول بتاعنا، فكره ان احنا نحط تشيكن هيتنج تشامبر او حجر تسخين دجاج كانت صعبه شويه. انت بتقول ايه؟ تسخين دجاج ايه؟ انتوا بتتكلموا جد يا جدعان ولا ايه؟ جيت هزر ولا ايه؟ طبعا الفيديو ده نزل وبرده الناس مش واخدين الموضوع جد لحد دلوقتي، ولكن حسيتهم مكلفين كده، حتى لو هو تصوير او جرافيكس او اي حاجه مش هياخدوا الموضوع كده اكستريم قوي يعملوا حاجه نظيفه قوي كده، صح؟ لو الموضوع هزار. بعدها قالوا استنوا اسبوعين، والاسبوعين خلصوا وراحوا منزلين كاونت داون، عد كده تنازلي اللي هو ايه ده الموضوع بجد ولا ايه؟ وبرده الناس عماله تهزر ومش مصدقين، لحد امبارح لما نزل بشكل رسمي واعلنوا عنه بشكل رسمي، وشكله الصراحه روش جدا والله، والله شكله عاجبني جدا، ومايكرويف شويه في نفسه بس شكله حلو والله. ومارك وولتن ده مسؤول بي ار في انتل منزل وبيأكد الموضوع، بيقول ايوه يا جدعان الموضوع بجد، ايوه يا جدعان احنا عملنا كونسول مع KFC بالتعاون مع KFC، وايوه هو في حجر تسخين دجاج، وهقول لكم المواصفات دلوقتي. وعموما هو بالتعاون كمان مع كولر ماستر، ونزل عندهم على الموقع الرسمي بتاعهم ومسمينه KFC كونسول او KF كونسول بقى، ومكتوب تحت استمتع بالتجربه وباور يور هانجر، يعني اشبع كده جوعك ب 4K 240 هرتز. تعالوا اوريكم شكل البتاع عامل ازاي. اهو فوق اهو على الشمال كولر ماستر انتروديوسينج ذا KF كونسول، اهو بص تحت 4K 240 FPS، وورلد فيرست بيلت ان تشيكن شامبر، يعني اول حجره تسخين دجاج جوه الكونسول. يقول لك يعني ان هو بيستخدم الاير فلو، عارف انت البلاي ستيشن والكلام ده اكيد بيسخن، فبيستخدم السخونيه دي ويجمع الاير فلو ده ويسخن لك الدجاج. اهو ديزاين باي كولر ماستر وبتاع ومش عارف ايه الموضوع بجد. وتحت بقى اللي استغربت ان هو انتل فعلا كور اي 9 نوك 9 اكستريم كومبيوتنج، اهو لا كور اي 9 بجد، ما قالوش الجرافيكس كارد ايه بس في ايسوس هنا، وبيقولوا ان هو هيبقى سوابابل جي بي يو سلوت، يعني تقريبا تقدر تغير الجرافيك كارد بتاعتك ان يفضل الكونسول بتاعك حديث وباورفول على مر بقى الاجيال، كل ما ينزل حاجه تروح مغير ايه الجي بي يو. حتى السبيس المساحه بتاعته بالتعاون مع سي جيت، اهي سي جيت باراكودا 1 تيرا بايت اس اس دي، اللي هو لا الموضوع مش هزار، في ار ريدي ري تريسنج 24 اف بي اس، انا مش مصدق موضوع ال 240 هرتز دوت، 4K تي في جيمنج، وتحت اهو بص يعني كاتبين اهو KFC جيمنج كولر ماستر ايسس سي جي. ما اظنش انك سهل انك تحط الاسامي البراندات دي لو الموضوع هزار، يعني اللي هو ولحد دلوقتي ما فيش اي حاجه غير الموضوع ده او الصفحه دي بس، والاكونتات طبعا الرسميه والناس اللي نازلين الموضوع ده، مفيش اي سبيكس او مواصفات صريحه كده، هو مفيش ميعاد مفيش اسعار مفيش اي حاجه،
واتوقع ليه لا، والله اتوقع ممكن ينزل بجد. الضحك بقى في الموضوع واللي شد انتباهي ان مارك وولتن الراجل بتاع انت اللي اتكلمنا عليه ده منزل تويت امبارح بيقول لك يا جدعان احنا اتكلمنا عن الكوانتم كومبيوتنج وعملنا مش عارف ايه ومعالجات ايه وبنينا رقاقه بتحاكي الاركيتكتشر بتاعه العقل البشري ومحدش اتكلم، حدش خد باله، ولكن اول ما حطينا السي بي يو بتاعنا في باكيت كنتاكي كله اتجنن. طبعا انا مش متخيل حجم السلف اللي هيبقى في الموضوع ده والميمز اللي هتتعمل، واظن في شويه اكسسوارز لازم تجيبها علشان تضمن تجربه العاب مميزه زي اشاره الانتينال. ولما تيجي تشتريه هل الكولسلو هيبقى انكلود بقى في الوجبه، قصدي في الجهاز؟ طبعا كل الكونسولز بتشتغل بدراعات، ده بقى يشتغل ايه؟ بجناحات. الشاحن ده بقى هيبقى على شكل علبه ريزو سبايس. الالعاب بقى لما نيجي نشتريها من الاطلب ولا نطلبها بقى من 19019؟ ولو الموضوع بجد بقى ونزل هنعمله ريفيو هنا ولا على جريمه؟ انا اسف يا جدعان والله، بس والله الموضوع غريب جدا يعني، ولكن مضايقني التشيكن شيمبر او الحجره بتاعه التسخين دي صغيره قوي يعني، اخرها تشيل دبوسين، دبوس وجناح والبتاع شبه الميكرويف او شبه، عارف انت اللي هو الاير فراير؟ حد عارف الاير فراير اللي بتسخن البتاع بالهواء دي؟ نسخه منه قوي. على العموم هتابعكم اول باول لو في اي مستجدات عن الموضوع، هو خبر كده استوقفني وانا بصور حاجه نازله بكره عموما، حاجه تك بجد بقى مش هزار، نازله في فيديو نازل بكره حاجه كبيره جدا ما عملناش في الشانل غير مره واحده، انتوا فهمتوا ايه هي؟ هتعجبكم. بس لو الموضوع طلع بجد والله ليه لا، ما نجيبه ونجرب وبتاع. كنتاكي قشطه، بحب كنتاكي، وعموما اللي بيحب كنتاكي او الفرايد تشيكن عموما يعمل لايك للفيديو سبسكرايب، استنى بكرة ان شاء الله فيديو. بس كده، سلام. دول وينجز. انا مساء الخير احمد خالد مع حضرتك. تاني ما بيقولوش اسامي يا بيه، ما اقول هو الكونسول نزل؟ الكونسول بتاعه الوجبة بتاعتك سبايسي؟ الكونسول ولا الوجبة؟ بيجي بالدراعات بالجناح ايه اسمها ايه؟ كابتريكس ده بتاع صداع، ده مش عارفين ده ايه؟